يقول السائل: هل مساجد مكة المكرمة حرم ويجوز الصلاة بها على أساس أنها حرم؟ نعم، لا ما في شك أنه حرم، كل ما كان داخل الأميال حدود الحرم فإنه حرم، لأنه يشمله أحكام الحرم، لا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه، يعني العشب والكلى اللي هو المرعى لا يقطع، ولا يقطع الشجر الأخضر، كل أحكام الحرم تنطبق على ما كان داخل أعلام الحرم وحدود الحرم. والصلاة فيه مضاعفة، الصلاة فيه مضاعفة، ولكن الصلاة عند الكعبة وفي المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لا شك أنه أفضل، أفضل من الصلاة في بقية الحرم. نعم.